إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقدر الأرزاق لعباده فلم ينس منهم أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الغرة والتحجيل، والوارد ذكره في التوراة والإنجيل. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم إنه يقع تحت سمعك وبصرك ما يحاك بالمسلمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نرى فينا وبيننا مرضى، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر منه سقما. اللهم أنزل في أوردتهم العافية والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. في هذه الأيام أيها الأحبة، تعصف بنا موجات الأحداث من الشرق والغرب التي تهم كل مسلم. فليست اليوم خطبة سياسية، لكننا لابد أن نتكلم عن الأحداث التي تمر بنا، لابد أن نتكلم عن الأحداث والمستجدات التي تمر وتؤثر على أمتنا من قريب أو من بعيد. وقد صدق العز بن عبد السلام عندما قال: إذا تكلم الرجل في بلد ينتشر فيها الزنا وتكلم عن الربا فقد خان الله ورسوله. وقال الأصوليون: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعندما تكون هناك المشاكل التي تعصف بأمة الإسلام، لابد علينا أن نتكلم ونناقش وأن نتكلم عنها بالمنظور الإسلامي الصحيح. ومضات وقبسات وأحداث من هنا وهناك، نبدأها بالشرق الأقصى وعن أذربيجان، تلك البلد التي يقطنها الغالبية من الشيعة والتي تربطها جذور بإيران. حدث بينها من أيام وبين جارتها أرمينيا حدث خلاف على الحدود، وأعلنت كلا منهما الحرب على الآخر. لمن تنحاز إيران؟ تنحاز للغالبية الشيعية أم لأرمينيا المسيحية؟ تنحاز إلى أرمينيا. لماذا؟ للمصالح. فهؤلاء هم الصفويون. فلا نسمع لتلك الشعارات الرنانة والحفاظ على الهوية الإسلامية من أولئك الذين لا ينقذون جارتهم الشيعية التي تربطها بهم جذور أخلاقية وجذور عائلية وجذور دينية في نفس الوقت. يفضلون أن يتعاونوا وأن ينحازوا إلى أرمينيا من أجل تحقيق المصالح وتأمين الاقتصاد. هذه هي السياسة، وهذا هو شغل الصفويين والشيعة على مر التاريخ. فلا نصدق ما يقولونه من شعارات من أجل فلسطين، لأنه يحكمهم أولا وأخيرا المصلحة أينما وجدت. بعد ذلك ننتقل إلى الولايات المتحدة.
وكلنا سمع عن هذه المناظرة بين ترامب وبايدن التي كان فيها التلاسن العنيف والإهانات الشخصية. لم تشهد الولايات المتحدة مناظرة رئيسية بهذا السوء، وتغلب فيها بايدن نوعا ما، وبان ووضح وكان واضحا وضوح بزوغ الشمس كذب ترامب في ملفه الاقتصادي وفي ملفه الضريبي. وسنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الكلمة التي قالها بايدن في هذا الأمر، والتي تعكس سوء المسلمين وتعامل المسلمين السيء مع شعائر الله عز وجل. فسبحان الله، قال بايدن عندما قال دونالد ترامب أنه سيعرض ملفه الضريبي، قال للمباحث الفيدرالية وللمتخصصين في هذا المجال، قال مستهزئا بايدن ومعلنا أنه لن يفعل ذلك إن شاء الله. لن نتحدث ولن ندين بايدن عن هذه الكلمة، ولكن ندين أنفسنا، ندين أنفسنا أننا أول من استخدم هذه الكلمة العظيمة إن شاء الله، التي ترتبط بمشيئة الله عز وجل لكل صغيرة وكبيرة، يتعلمها الأولاد منا بأنها لن تفي ما يريدون، أن الأمر معلق وأن الأمر سيرفض، لكن لا نرفضه علانية، لكن ننسبه إلى الله عز وجل فيكرهون هذه الكلمة. فنحن أول من أسأنا، سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح قصة سليمان ابن داود عندما قال سأبيتن عند 70 امرأة أو في رواية عند 100 امرأة من زوجاتي، وكل واحدة منهما تنجب ولدا يجاهد في سبيل الله، 70 مجاهدا في سبيل الله. وقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. ماذا حدث؟ فعلا طاف على زوجاته 70، لكنه لم ينجد إلا جنينا مشوها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علق وقال لو قال إن شاء الله لكان هناك 70 مجاهدا وغازيا في سبيل الله. هذه هي اللقطة الأولى من المناظرة. واللقطة الثانية هي الكذب الواضح من رئيس لأكبر البلاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يتقارب الزمان ويكثر الهرج، والهرج هو القتل والكذب. فالكذب أصبح صنيعة للساسة ولأهل السياسة في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، عند جميع الساسة تجد دائما الكذب هو منهجهم في الحياة. واللقطة الأخيرة من أمريكا ومن الولايات المتحدة هي ما حدث اليوم وإعلان البيت الأبيض إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا. وفيروس كورونا هو المتسبب بعد إذن الله سبحانه وتعالى فيما حدث لأمريكا، وهذه الأعداد المهولة التي أصيبت، وقدر الله أن يتوفى الكثير منها، لأنه تعامل مع الأمر من أوله باستخفاف وباستهزاء، بل سماه خدعة. وسبحان الله، حتى بعدما تفشى المرض لم يلبس الكمامات، وكان يعيب على من يحاوره وهو بالكمامة. فسبحان الله، تكبر وطغى وعاند، لكن أذله الله سبحانه وتعالى في الدنيا كقوم عاد أو لم يروا، وقالوا من أشد منا قوة. عاد قالوا كما جاء في القرآن في سورة فصلت، أو قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله أولم وقال وقال
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذه القراءة الصحيحة للآية. وكانوا بآياتنا يجحدون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فالشاهد من الآية أن العذاب كان في الدنيا والعذاب في الآخرة أخزى وأصعب وأعظم وأقسى. من أجل ماذا؟ من أجل التكبر، من أجل العناد. بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن المتكبرين أنهم يحشرون مثل الذر، مثل الحشرات البسيطة، يدوسهم الناس ويطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. فيروس وجرثومة صغيرة لا ترى بالعين تسبب هذا لجميع الناس، لا نستطيع أن نتلامس ولا نستطيع أن نتقابل كما كنا من قبل نصلي جنبا إلى جنب. سبحان الله، جاءت وزارت وأصابت الكثير من الساسة وممن حاولوا تجنبها، لكن سبحان الله قدر الله نافذ. فالله سبحانه وتعالى هو القدير، وهذا المعنى الحقيقي لاسم الله سبحانه وتعالى القدير. توبوا إلى الله يتوب عليكم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. ومن الولايات المتحدة إلى أمريكا، وتصريح إيمانويل ماكرون اليوم أن الإسلام أصبح أزمة في فرنسا وفي العالم بشكل أجمع وبشكل مجمل، وقال أنه سيحاول القضاء على الانفصالية الإسلامية. شعار من رئيس لدولة يتهم فيها الإسلام. فنقول له ونقول لغيره ونقول لمن يعادي ديننا أن الإسلام ليس أزمة، وأن المسلمون ليسوا في أزمة، وأن الإسلام في تحول وفي رجوع إلى منهجه القويم، وفي رجوع إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية وعلى مقدساته. ولم نفعل كما فعلت الثورة الفرنسية منذ قرنين من الزمان، أن كانت في أزمة وأن كانت المسيحية في أزمة فثاروا على الكنيسة. نحن لسنا كذلك، نحن نرجع إلى الإسلام، لأن في الإسلام عزنا، وأن في الإسلام رجوع إلى هويتنا الإسلامية وإلى اقترابنا من سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الفوز برضوان الله في الدنيا والآخرة. هذه رسالتنا إلى إيمانويل ماكرون، ثم إلى أرض الكنانة، ثم إلى مصر. وكم في مصر من المضحكات، ولكنها مضحكات كالمبكيات. في مصر وفي صعيد مصر وفي قرية العوامية، وشاب صعيدي بسيط يرى والده يهان أمام عينيه ويصفع على وجهه، فصفع من ضرب والده، فكان الجزاء هو القتل شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم هي جمعة الغضب الثانية، يثور الناس على الظلمة، وليس للمسلم أن يسكت عن الظالمين في أي مكان. وكما ذكرنا في المرة السابقة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل العالم أحد العبادلة الأربعة والعالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من آزر وسكت عن ظالم وكان يصلي عند الحرم بين الركن والمقام، بين الركن والمقام في أطهر بقعة في المسجد الحرام، يصلي 70 عاما
وأعان ظالما أو سكت عن ظالم أو أيد ظالما سيحشر معه. فلا نؤيد الظالمين، بل نكون شوكة في حلوقهم، بل نتكلم عنهم بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات، وسبحان الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الظالمين وعن من يبغي وعن من يقتل وعن من يسفك الدماء وعن من يرمل النساء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن تعقب أن تعجل عقوبته في الدنيا، ما من ذنب أحرى أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي، الظلم، قتل الأبرياء ستعجل عقوبته في الدنيا. الذي قتل الإخوان المسلمين ونكل بهم وزج بهم في السجون، هذا الطاغية الذي كان يدعو إلى القومية العربية ودخل حروبا ولم يفز بحرب منها، وقتل الكثير وعذب الكثير وأضاع أموال المسلمين وأموال المصريين، وسبحان الله كان مصيره في مقبرة. قال بعض المؤرخين أن المجاري امتصت جسده ولا يوجد في المقبرة أي جثة له. هكذا عقاب الظالمين، فرعون وهذا الطاغية الحجاج الذي أصيب بمرض غريب، أصيب بالبرودة وبالدود في المعدة، فالبرودة كانت تجعل جسده يتجمد حتى يضع يده في النار ولا يشعر بها حتى تحترق، ويرى في المنام سعيد بن جبير يشد رجليه ويصرخ قائلا: مالي وسعيد، من أجل دعوة ظالم، من أجل دعوة مظلوم، من أجل دعوة مظلوم. سعيد بن جبير هو مقتول بسبب الحجاج، لكنه في نفس الوقت هو من قتل، فدعا وقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. هناك دعوات المساكين في مصر، ممن زج بهم في السجون، ممن هدمت بيوتهم، ممن قتلوا، هناك والله دعوات كثيرة ضد هذا الظالم. اللهم يا الله يا منان يا ذا الجلال والإكرام، في يوم الجمعة ندعوك يا ربنا أن تنتقم من الظالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن أمنا الحبيبة مصر يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك الدماء وقتل الأبرياء، اللهم عليك بإخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنه يقع تحت سمعك وبصرك ما يدور في بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم انتقم بالظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارهم إن كانوا أحياء، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور إن كانوا أمواتا. And I ask the forgiveness of our brothers who speak English that I didn't notice that they are here, so I didn't speak in English. But just inshallah forgive me. Everybody speaks Arabic or some people speak English, right? فجزاكم الله خيرا. Forgive me for this. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your patience with us. Inshallah, because of the time, I promise the next time, inshallah, I will translate, inshallah, some, inshallah, or most of the khutbah, inshallah. جزاكم الله خيرا. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليك. السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.